مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الجديد. انطلقت بالمراكز العشر التابعة للمديرية الإقليمية لابن مسيك امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023، حيث بلغ عدد المترشحين بالمديرية 5300 تلميذ وتلميذة. شيماء باكا والتفاصيل. بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي التابعة للمديرية الإقليمية لابن مسيك، ما مجموعه 318 من تلاميذة القطب العلمي والتقني والمهني اجتازوا مادة الفيزياء، وذلك وفق جدولة تراعى فيها شروط السرية التامة. تم اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمه من اجل من طبيعه الحال ضمان ان الامتحانات تمر في ظروف جيده وفق الترتيبات والتنظيمات الجاري بها العمل. تتم اليوم تنجيو باش نقدموا للساده الرؤساء مراكز الامتحانات اضرفه المواضيع وفق الدفتر المساطير اللي تيأكد على وجود الأضرفة في قاعة محصنة. سلسلة من الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان مرور الامتحانات في ظروف جيدة ترافق اختبارات البكالوريا ككل سنة، كمحاربة الغش بكل أنواعه من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات. مجدي الحمد لله ندوزو الفيزيك إن شاء الله، مكرهناش يكون مزيان كمال على الله. 5300 مترشح ومترشح يجتازون امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2023 بالمراكز العشرة التابعة للمديرية الإقليمية لابن مسيك، فيما تتواصل امتحاناتهم في مختلف المواد المتبقية على مدى 3 أيام. خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المعرض الدولي للنشر والكتاب، دعا خبراء تربويون إلى تعبئة كافة مكونات المجتمع لتجسيد طموح بناء المدرسة الجديدة استجابة لمتطلبات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وكدا القانون الإطار 17-51. رغدة قبوري والتفاصيل. خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المعرض الدولي للنشر والكتاب، دعا خبراء تربويون إلى تعبئة كافة مكونات المجتمع لتجسيد طموح بناء المدرسة الجديدة استجابة لمتطلبات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. خصصت هذه الجلسة للمعالم التي وضعت لهذه المدرسة الجديدة، لا على صعيد الالتزامات وغايات المدرسة الجديدة ولا على طرق تنظيمها. الورشة شكلت فرصة للتعرف على المبادئ الأساسية للتربية في القرن 21، مثل التعلم الذي يركز على التلميذ والتعاون والإبداع والمهارات الحياتية ومناقشة أفضل الممارسات التربوية، مع التركيز على انخراط التلاميذ والتفكير النقدي والقدرة على العمل في فريق. في هذه المائدة المستديرة بغينا نركزوا على المدرسة الجديدة، لأن كاين واحد العدد كبير من المواطنين المغاربة ما عارفينش، ما سمعوش بهذه المدرسة الجديدة وما عارفينش، مثلا ما عندهمش شي واحد المعرفة بهذا القانون الإطار والالتزامات اللي المشرع خلقها للدولة لبناء المدرسة الجديدة. وخلال اللقاء تم التوقف عند عدة محاور، منها التأمل في رؤية وقيم المدرسة الجديدة وتحديد الأهداف التربوية والتعليمية، والتأمل في المقاربة البيداغوجية والمنهجية، ودمج التكنولوجيا والموارد الرقمية والحكامة والشراكات، وتعزيز الدمج والإنصاف. شكل دور المكون اليهودي في تاريخ المغرب محور ندوة بقاعة شالة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 28 بالرباط. شيماء باكا تطلعنا على التفاصيل. على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 28 بالرباط، نظمت ندوة حول دور المكون اليهودي في تاريخ المغرب، وتناولت هذه الندوة التي حضرها ثلة من الأساتذة والمختصين الموضوع من زوايا متعددة.
المكون اليهودي في المغرب في تاريخ المغرب، واللي تناول مجموعة القضايا بعضها ثقافي بعضها قانوني بعضها ذو بعد لغوي. فيما يتعلق بموضوعنا كان ذو بعد قانوني سياسي وفي نفس الوقت ديني، كيرتبط بالظاهر المحدد الحديث أو المحدث المتعلق بإعادة تنظيم الجماعة اليهودية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية. وتعرف هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب التي تتواصل إلى غاية 11 من يونيو الجاري مشاركة 661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي يضيئون سماء هذا المعرض الدولي بإسهاماتهم الفكرية. إلى مدينة الدخلة، حيث انعقد اليوم لقاء جهوي خصص لتقديم المحاور الكبرى لخريطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة ما بين 2023 و2026، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع. تقرير عثمان الطاهري. ما إن تناظر هذا البحر حتى تعلم أنك في سحر شاطئ الدخلة بجنوب المملكة المغربية. يوم من أجل الوقوف على ما يقدم في المدينة، ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور. نحن هنا في الدخلة، هذا اللقاء قدمنا من خلالها المحاور الكبرى لخريطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، وحقيقة ما ينجز من مشاريع بالدخلة شيء يبعث على الإطمئنان فيما يخص المستقبل. الوزيرة عمور وخلال كلمة ألقتها بهذه المناسبة قدمت الخطوط العريضة لخارطة الطريق مع التركيز على الروافع الخاصة بجهة الدخلة وادي الذهب. كانت فرصة من أجل يعني عرض استراتيجية تنمية القطاع الصيد البحري قطاع السياحة في الفترة 2022-2026. كيف تعرفوا الداخل الحمد لله قطاع السياحة ماشي ينمى والاستثمارات خلقت وماشية تزايد، صحيح لأنه فيه اللي نطرحوا للوزير اليوم إن شاء الله هذا هي رطيلة عن هذا، لكن اللي نطالعوها على قدر من الإكراهات اللي مازالت قائمة في الجهة. مشاريع مهمة تطمح إلى تقديم الإضافة الكبيرة لمدينة الدخلة سترى النور في المستقبل، كيف لا، والدخلة باتت ومنذ سنوات طويلة وجهة من هم في السياحة يعشقون من كل بقاع الأرض. احتضن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجلميم لقاء تواصليا مع أسرة المقاومة وجيش التحرير بجهة جلميم ودنون، خصص لشرح مستجدات التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي وأيضا الإسعاف الطبي ومضامين عقود التأمين الخاصة بأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم. عودة مع عثمان الطاهري. احتضن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجلميم لقاء تواصليا مع أسرة المقاومة وجيش التحرير بجهة جلميم ودنون، خصص لشرح مستجدات التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي. وهذا اللقاء يأتي الذي يحضره جمع من السادة قدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وهم من فئة المؤمنين المنخرطين في أنظمة التغطية الصحية المكفولة من طرف قطاع المقاومة وجيش التحرير، إلى جانب عدد من كبير من الأرامل وكذلك الأبناء وبنات السادة المقاومين، يستهدف التعريف بمضامين هذه العقود. في البداية وكما هو معلوم يحظى العمل الاجتماعي بالعناية الموصولة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي ما فتئت تبحث عن السبل والمسالك الكفيلة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير. يهدف هذا اللقاء إلى شرح بنود عقود التأمين الخاصة بهذه الفئة ومستجداتها وسبل استفادتهم من التغطية الصحية بشكل كامل. التواجد ديالنا في مدينة جلميم هو في إطار سياسة القرب اللي كتنجى المندوبية السامية تجاه منخرطها. وتم خلال هذا اللقاء
تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول مختلف القضايا التي تهم أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم، وخاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية والخدمات والعلاجات الطبية. في الخبر الدولي، اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خرسون لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني المضاد، في وقت أثار انهيار السد ردود فعل منددة وقلقا بخصوص محطة زاباروجيا النووية. سكينة مسوية والتفاصيل. تفجير استهدف سد نوفا كاخوفكا في منطقة خرسون جنوب أوكرانيا تسبب في فيضانات وأثار مخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تستخدم مياه السد لتبريدها، بينما تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن هذا الحادث. الجيش الأوكراني يتهم القوات الروسية بتفجير السد، بينما اعتبر الكريملين أن الهجوم على السد هو تخريب معتمد من جانب كييف. من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ليس هناك خطر نووي آني في محطة زابوريجيا. كذلك أكد مدير المحطة أن منسوب المياه في حوض التبريد لم يتغير، مضيفا أن الوضع تحت سيطرة طواقم العمل. هذا وإلى حدود الساعة تبقى المعلومات المتداولة حول هذا الشأن متضاربة. أكدت منظمة الأمم المتحدة أن بلدان وسط إفريقيا، وعلى الرغم من التقدم الحاسم الذي أحرزته فيما يتعلق بالاستقرار والتعاون، تواجه أزمات متعددة، معتبرة أن الأشهر المقبلة تمثل منعطفا هاما للمنطقة. باقي التفاصيل في تقرير أسامة الدودي. أكدت منظمة الأمم المتحدة أن بلدان وسط إفريقيا، وعلى الرغم من التقدم الحاسم الذي أحرزته فيما يتعلق بالاستقرار والتعاون، تواجه أزمات متعددة، معتبرة أن الأشهر المقبلة تمثل منعطفا هاما بالنسبة للمنطقة. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا عبد أباري أكد أمام مجلس الأمن أن المنطقة تزخر بالفرص والموارد بقدر ما تواجه تحديات، لكن الأشهر القادمة ستشهد عمليات سياسية وانتخابية حاسمة بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحرص على تجنب وقوع أعمال العنف التي غالبا ما تغذيها خطابات الكراهية والتي شهدتها الانتخابات في الماضي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضمان السلام والاستقرار في هذا الجزء من القارة. إلى ختام هذه النشرة، أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.